السلام عليكم ورحمة الله. المرة الماضية بهي السلسلة، سلسلة عائلتي، حكينا عن التنظيف والتطهير والتعقيم، وحكينا أنه الصابون العادي لا يعتبر مادة مطهرة. فيا ترى هل من الأفضل استعمال الصابون أو سائل التنظيف المطهر بدل العادي؟ الفرق بين الصابون العادي والصابون أو الغسول المطهر أنه الاثنين نفس التركيب، بس المكتوب عليه مطهر أو قاتل للجراثيم هو مضاف إلى مادة مطهرة أو مادة مضادة للبكتيريا، بس هنن كتركيب أساسي نفسه. منشوف بدعايات مواد التنظيف المطهرة إنه الأم اللي بتحب عائلتها وأولادها هي اللي بتستخدم هي الأنواع من المنظفات، وإنها بتقضي على 99% من الجراثيم. والحقيقة هي إنه لهي الأنواع من المنظفات خطورة كبيرة عند استعمالها الزايد على الجسم، أكبر بكتير من نفعها، لأنها لم يثبت لها أي تأثير إيجابي أكثر من المنظفات العادية في الوقاية من الأمراض والأوبئة، وهذا ما أكدته دراسة بجامعة أكسفورد. وفي دراسة تانية وجد أن غسيل الأطفال لأيديهم بالصابون العادي أو الصابون المطهر خفض نسبة الإصابة بالالتهاب الرئوي إلى النصف، الصابون العادي أو المطهر على حد سواء، وما كان للمطهر أي ميزة أكبر. على العكس، ممكن أن الإنسان يعتمد أنه عم يستعمل مطهر فيتهامل بتكرار الغسيل اللازم. ثانياً، على فرض بيقتل 99% من الجراثيم، بس يا ترى أي جراثيم؟ لأن حتما ما بيقضي على جميع أنواعها، والأهم من هالشي إنه ما بيقضي على الفيروسات، وأغلب أسباب المرض بيبقى فيروسي أكتر من إنه بكتيري. ثالثا، بيقتل الجراثيم النافعة على الجلد، فبيختل التوازن البكتيري والتعايش بين الجراثيم اللي كان على هذا الجلد، وهذا الشيء بيؤدي لزيادة الحساسية وزيادة الأكزيما. وغير هيك، دلت بعض الدراسات أنه ممكن يؤدي لنشوء طفرة عند البكتيريا تصبح مقاومة للمضادات الحيوية. وأكثر وأكثر أحياناً بيكون الصابون المطهر أغلى من العادي، وهذا هدر مادي دون جدوى. أيضاً بعض أنواع هي الغسولات المطهرة سبب خلل هرموني وتأثير سرطاني عند الحيوانات. هلأ طبعاً مو كل شيء بيتطبق على الحيوان ممكن يصير عند الإنسان، لكن يؤخذ بعين الاعتبار. ما عدا تأثيرها السلبي على البيئة، فبعض أنواع هي المواد المضافة المضادة للبكتيريا لا يمكن التخلص منها تماماً بعملية تكرار وتحلية المياه، لذلك ممكن أن توصل لمي السقاية والمزروعات والأراضي. لكل ما سبق من أسباب، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في 2 سبتمبر عام 2016 قائمة ل 19 مادة، وطلبت من مصانع هي الصوابين والغسولات بالتوقف عن إضافتها، وتم ذلك بالفعل عام 2017. وعلى رأس هي المواد الضارة مادة مضادة للبكتيريا كانت متواجدة بكل هاي الأنواع من المنظفات اسمها تريكلوسان، اللي أثبت تواجدها في بول حوالي 75% من الأمريكان اللي فوق الخمس سنين، طبعا حسب دراسة وأخذ عينات. هل يعني أنه بعد 2017 صارت المواد المضادة للبكتيريا اللي بتنضاف للصوابين والغسولات آمنة؟ الجواب هو لا، مو بالضرورة، لأن كتير منهم لسه تحت الدراسة. لذلك كلام الـ FDA والمؤسسات الصحية واضح بالتقليل من استعمال الأنواع المطهرة من الصابون والرغوة وغسول اليدين وغسول الجسم إلا بالمشافي ومن قبل الكادر الطبي، أو في حال توصية باستعمالها من قبل مختصين، مثلا في حالة رائحة جسم معينة أو حالة إنتانية معينة، فممكن استعمال المطهرات بشكل عام. هل هذا الكلام بينطبق على الهاند جيل أو معقم اليدين الكحولي اللي بينحط بالجيب؟ نعم أكيد بينطبق، لكن ممكن استعماله إلى أن يتواجد الماء والصابون العادي، وعدم استعماله بشكل متكرر أكثر من اللازم. بالأخير برد وبأكد النظافة المضبوطة لوحدها بتكفي بأغلب الحالات، وما في داعي للتعقيم والتطهير الزايد بالبيوت والحياة الشخصية. نخلي المناعة الداخلية تشتغل ولا نخرب التوازن اللي رب العالمين خلقه.
والروابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو، فيها تفاصيل أكثر إذا بتحبوا، وفيها روابط للمحاضرة بالإنجليزي والعربي وروابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.